ما القاسم المشترك بستايل أحلام رويدة المحروقي سارة المدني وسلامة محمد؟ تعرف حالي بغيابك ما نوبش لوك لايك هالي بيبي. يوم 28 أغسطس هو يوم المرأة الإماراتية، وبهالمناسبة إيتي بالعربي حب يسلط الضوء على ستايل بعض من أشهر الفنانات بالوسط الفني، أبرزهم أحلام يلي انعرفت بستايلها الأنيق والترندي كمان، فهي دائماً إطلالاتها بيكونوا on point خاصة بالحفلات. يعني بكل بساطة بتعرف كثير منيح كيف تلفت الأنظار بأزيائها المتنوعة والمختلفة، واللوكات بتكمل أيضاً بكليباتها، فهي بتهتم كثير إنها تطل دائماً بأجمل صورة ممكنة. مزاجك يدق قلبي. ومن الفنانات الإماراتيات يلي أيضاً عندهم ستايل خاص فيهم فهي رويدة المحروقي، فرويدة بتحب تعتمد فساتين واسعة بقصات مختلفة وبألوان قوية. اليوم أنا فرحانة أما الميك اب فبتميل للقوي يلي بيبرز جمال عيونها. ومننتقل هلأ لسيدات رائدات بمجال البزنس، وبس نقول عالم البزنس أول شي بيخطر على بالنا هي سارة المدني، فسارة من الأشخاص يلي مش بس عندها نظرة جيدة للعمل وإنما أيضا للموضة، فمنشوفها بتعتمد سوتس بألوان وستايلز متنوعة، هذا غير إنها من محبين الفساتين الديسبروبورشنال، وبالأيام العادية بتميل للستريت ستايل، وبالحفلات بتكون فول أون غلام. وأكيد الكل بيوافق أنه سلامة محمد هي من أهم المؤثرات بمجالها، فسلامة عرفت بخفة دمها واجتهادها بشغلها. ولأنها وجه معروف بتتمتع بستايلها الخاص واللي هو بيجمع ما بين المودست فاشن والشيكنس.